تواصلنا مستمر لهذه الأشواط حيث تبدأ انطلاقة أشواط الصعوب. بعد انتهاء أشواط المشتركات تبدأ الصعوب بأشواطها القوية وانطلاقاتها المثيرة. مقدمة الشوط هملولة السهيل بن علي اليبهوني يأتي على المقدمة وعلى المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع. ننتقل الى المركز الثاني، وجود غازية سعيد بن ناصر الخميسي يقدم انطلاقة غازية، بينما المركز الثالث فتتواجد الشاهينية لحمد بن سالم بن دري الفلاحي، هي من تحتل ايضا المركز الثالث خلال هذا الانطلاق والابداع الكبير في انطلاقة هذا الشوط. وهذه النتيجة للثلاث المراكز الاولى لانطلاقة الصعوب وتحديات الصعوب في هذا الأداء المميز. العودة إلى المقدمة إلى شعار الخميسي، غازية قزت الصدارة، بدأت بالانطلاق. سعيد بن ناصر الخميسي يأتي مع مقدمة هذا الشوط، وتحركت أيضا هملولة اليبهوني وشاهينية بن دري في المركز الثالث. هذه الثلاث المراكز الأولى، هذه الثلاث المراكز الأولى، ولكن يبدو أن هناك مساندة مع شعار بن دري بنوعية أخرى، بوجود بكرة أخرى مشاركة في هذا الشوط احتلالها للمركز الرابع. ولكن شوف اللي غيرت إلى الصدارة، اللي خذت المركز الأول الشاهينية، تتقدم حمد بن سالم بن دري الفلاحي مع الأول والثاني، مع الأول والثاني أبو حمد يتقدم هناك أيضا أبو سالم ليأتي بالانتصار في هذا الإبداع القوي بالأول والثاني. حمد بن سالم بن دري الفلاحي يعلن بإبداعه، أيضا ثنائي لوجود الثنتين على مقدمة الشوط الشاهينية والشاهينية بالأول والثاني في هذا الانطلاق في الشوط الرئيسي للصعوب. ولكن شوف الأسماء القادمة، شوف الأسماء القادمة في انطلاقة هذا الشوط. بن دري ينتصر بالمركز الأول والثاني في هذا الانطلاق. تهانينا لحمد بن سالم بن دري. المركز الثالث غازي سعيد بن ناصر الخميسي، 2:23.